وقال لك هاد السيد كيفاش غادي يخرج وحنا عندنا 60 شكاية وتتزرج اللي كيسمع العيال في مرتو يوميا كيسمع بهذاك الكلام كيفاش بغى واش بغى يقتل هاد البنية تبقى لي يتيمة واش انا نخرج واش غادي نسمن واش كنتظروا عندنا تكون قتيلة فهاد العمارة هاد العمارة وجبت مسمى عليها بالفوضى دائما اللي شتي كيقول لك يا ترى مالكم ساكنين في هذيك العمارة اللهم إن هذا منكر أنا ما عرفتش واش الناس هاد الناس تاخذ فلوس وداش اش كتاخذ كنطالب المسؤولين فين طالب المسؤولين يوقفوا معنا في هذا الحل شوفوا هاد الناس اشنو الاضرار ديالكم علاش كتشكوا من هاد السيد ومشى بحاله انه دار لينا الفوضى ومحاوله القلب ودخل الجمعه وخرج السبت كانه غير سكران اما باش يمس لي على الشرف ديالي وباش يمس لي كرامتي يوميا وباش يدخل فيا انايا يوميا راه تعيرني من الحزام لتحت يقول لهم خليني نخرج لي ونخرج لينا بالموس تهدد فينا باش يسمع يقول له هبط مراتك نفسدها غير اعتراف بالشرف غير باش يقول لك فلان راه انت ما كتسوايش مال هادوك الناس ساكنين فهادوك العمارة مالكم عليها واش انا اختاريت انا جيت سكين دلقيت هاد الجوج معدينين لينا هكا فهاد الفوضى ما عندهمش تربية ما عندهم اخلاق ما عندهم حتى شي حاجة حنا كنا كنسمعو الجيران كنقولو حشومة ما تكرقبش عليه انت بصندالة السيدة اللي ساكنة في إقامة الزهور اللي كتوجد بالصخور السوداء زنقة ميشيل للهوسبيتال كنعيش واحد الرعب ربع سنين هادي وانا كنعيش هاد الرعب لدرجة ان الدار ديالي ولاو فيها خسائر مادية اكثر من الحيط راب ليها اليوم الراحة ما كنرتاحش كنجي من الخدمة عمرني ما ارتحيت كنجي مع 6 كنلقى موسيقى الرديز الدكان المدابزة ولكن هادشي كلشي كنتفاداه كنقول راه الا كان في دارهم شكون هذا اللي هذا السيد ساكن فوق مني ساكن فوق الطابق انا الطابق الثالث هو الطابق الرابع انا المتضررة اكثر من الجيران كاملين لانني انا جيت تحت منه كيسكر ويلوح عليا القرايم من الفوق تيلوح لينا البنتات ديال الكارو تيدخلوا لينا للدار ديالنا مره تقيا عليا بالشراب ومازال عندي الوثائق ديال كلهم ودايره الشكايه ديالها 4 سنين وانا تنعاني من هاد المعاناه كيكب ليا الماء كيتقيا ليا من الشرجم الشرجم ديال الكوزينه ما عرفتش شنو تيتقيا ولا شنو راه دليت بالتصاور للسيد وراه شاف التصاور ديالهم تقيا هكا مرسومه في الحيط كيكب داك الملي كيغسل بارفوا ما كنعرفوش اش كيدير كيكب شي ماء اشنا هو واش ما واش ما عرفتش اشنا هو تيديروا ليا في الارض هذه هي الصوره ديال الحوايج ديالي هما نشرهم وهو يا كيتقي ليا اليوم الكاروت يلحوا ليا يوميا تنجي تشكينا درنا شكايه عندي شي 6 شكايات درت الشكايه الاولى الشكايه الثانيه كيتلقى لينا في الباب كنقولوا ليه ما خص في الباب ملي كنكونوا طالعين الا جا عندنا شي ضيف كيقول لك اعطيني 10 دراهم عطل عند فلان هادشي الا مشينا لدرجه واحد المره جا عند السيده بنت جارتي هنايا وتيدق عليها خلانا تخرجنا من الخدمه وتيدق تيقول لها خرجي انا غادي نغتصبك انا غادي ندير لك انا هادي انا دابا بنتي الصغيره ما بقاتش كتخرج ما تنقدرش نخرجها بوحدها اولا تطلع حتى من الباب اولا تهبط من لاسانسور ولا تخرج جولات فيها واحد الفزعه ما كايناش لدرجه ان ديتها للطبيب انا حتى ماديا ما عندي شيء باش غادي نتبع لهاد السيده واش انا خدامه باش نخلص ها هي مشيت درت ليها سيرتيفيكا من الطبيبه مرضات ليا قالت لي خصك ديها عند بسيكوبيدياتر باش تشوف الحاله ديالتها لان الدريه ما بقاتش كتنام بالراحه ما بقاتش كتركز حتى في المستوى ديالها كنجيو مع 6 يامات الحفاظه عندنا يامات الحفاظه عندنا يامات الخدمه كنجيو كيبقى الموسيقى الليل كامل تتبدا من 6 د العشيه الى 5 ديال الصباح كيضل هاد السيد ناعس واش هاد الانسان عازب ولا عازب ما مجوج
عنده 37 عام، ما مجوج، ما خدام، ما والو، هو والاخ ديالهم جوج ما خدامين ما والو. كيفاش كيشريو هذاك الهلوسه اللي كيديروا ما عرفناش، منين كتجيهم؟ واش الام ديالهم كتعطيهم تقول لهم انتقموا من هاد الناس؟ ما فهمتش، لان الا كانت الام ديالهم غتراعي هاد الجيران اللي تحت منها ما كنسمعهاش، ما كتهبطش حتى تعتذر، ما كتقولش هاد الناس راهما تحد راهما تقهروا من جهتي، هاد الناس سمحوا لي راه الولاد ديالي. الشكايات اللي دفعت، الشكايه دفعنا الشكايه الاولى ودفعنا الشكايه الثانيه، لدرجه دازت 3 سنين عاد واحد المره تشد فيها من هذيك الشكايه الاخرى اللي هي دابا دارت في 2020، في الاخر ديال 2020 نقول لك ديسمبر شنو، وتشد فيها. كانت واحد كان واحد البيرمانونس هنايا ديال عين السبع، وهبطوا الجيران وداروا عليه حمله، حبسوا الباب، قالوا راه قهرتينا بهادشي اللي كدير، راه القرايه كيتشيروا علينا، راه حنا ما بقيناش كنقدو نجلسوا مع اولادنا، راه حنا ما بقيناش كنقدو نجلسوا مع بناتنا، راه انا راجلي لهذيك الهضره اللي كتسمع، لو كان اي واحد راه يخرج ما عرفتش يقتلوا على داك الكلام اللي كيسمع، باش يسمع يقول له هبط مراتك نفسدها، راه غير اعتراف بالشرف، غير باش يقول لك فلانه راه انت ما كتسوايش، راح كيقتلوا عليها الناس، وما بالك يهبطوها بالكلمات الفاسقه، تيقول لي هبط لي هذيك المراه نفلع عليها ونتركها، هبطها راه انت يا ما انت راه ماشي راجل، هبطها انا راه ما عرفتش شكون اللي راجل، هاد المراه كتجي حتى 12 ديال الليل، كيفاش هاد الراجل غادي كيفاش هاد الناس غادي يعيشوا، كيفاش غادي كيفاش انا غادي نخدم، كيفاش بنتي غادي ترتاح، انا يوميا في هاد الحاله. وكيهبط كيجي كنهبطوا حنا الناسو، تيقول والله ما غادي تنعسوا اليوم، حيت شديتو مع الجيران، حيت شديناه مع الجيران، تشد 3 شهور، تشد 3 شهور، نقول لك بهذيك اللي كانوا هذا الاعتراف ديال الجيران وبالشهادات ديال الولايه انهم برك كاير فيهم ومشى سكران وداك الشيء، مشى 3 شهور خرج لينا، مشى 3 شهور خرج لينا، جا قلنا ما كاين مشكل، داز رمضان، جا داز غير خرج هذيك 3 شهور، جا اشنو بدا تيدير تاني؟ برك تعير، انا هاد الناس غادي نخرج للحبس ونعاود ندخل معايا هادوك الناس، انا هاد الناس غادي نفعل لكم ونترككم، انا كنقلب عليكم، انا ما عندي ما يدار عليكم، انا يوميا هادشي كنسمعو، تنحل حل حيدات الام ديالو من البالكون ديال هنا، وجابتو الفوق من الكوزينه عندي انا، لان هداك الشيء ولا عندي بالنهار وبالليل كنسمعو. ما بقاتش عندي غير الليل. الرساله ديالك دابا؟ الرساله ديالي انا باقا ما كملتش حتى هذا، انا لانه جات شكايه اخرى، درت شكايه اخرى ومشينا للنيابه، مشينا للمحكمه وعطاها لينا، عطانا الشكايه وعندي الصوره ديال الشكايه وعندي لا لاتر باش ديت الشكايه للناس المسؤولين، وما تحركاتش فيهم شي ساكينه، ودازت هاد المده وداز رمضان وداز كل شيء، وعاود تيدي لينا نفس الفوضى، وهاد هو وخوه، وهاد الايام جار تاني دالينا فوضى كتر منها، تقيا علينا، شير بالحجر، شير هذا، شدوه الناس الجيران وقفوا قالوا لي هاد الفوضى راه ما خصهاش تبقى حنا، جا مضروب، جا المهم حنا هذاك الشيء ديال الضرب وداك الشيء، هذاك الشيء دائما يوميا هو تيتقاتل هو وخوه فوق، هذاك الشيء شغلو، اما باش يمس لي انا الشرف ديالي وباش يمس لي كرامتي يوميا وباش يدخل فيا انايا يوميا، راه تيعيرني من الحزام لتحت، راني كنعيش واحد الرعب، راه كنعيش طالب تمشى للمحضر واش تشد ليله تشد نهار، مشى تشد الجمعه، مشينا بعد هادشي علاش كلشي ناض، لانه كان واقف راجلي في قدام الباب وشير عليه بمحبق من الكاتريام ايطاج حتى الارض، لولا اننا حنا ما قلناش ليه حنا واقفه انا وبنتو، وبنتو كتغوت بواحد الهستيريا، بابا عندك عندك، ما كان غادي تجي فيه الفاز. ملي مشينا شكينا ومشينا جاو الناس ومشاو الجيران تيشهدوا معنا 16 جيران كتشهد، وبدلائل ديالنا وبكلشي، تيقولوا لي هاد السيد راه كان غيقتل هاد السيد، قالوا لينا سيروا بلاتي تتشوف، جاو الناس تيتبراو من الام ديالو، تيقولوا لها هاد الشيء راه ماشي معقول، هاد الشيء دخلوا عندها الناس ديالها، وتيقول لها كيقول لهم خليني نخرج لهم، خرج لينا بالموس، تهدد فينا، شدوه الناس، يقولوا لي هادشي وخرج لنا تيدار، جاو البوليس
حطوه ليهم قال لي ها انت هضرتي تكرفس علينا راه بالساكنه راه درب كان راه الا قلبتوا الكاميرات ديال هاد اللي حدانا راه كاينين كاميرات الا بغيتوا تستدوا راه كاين فين غادي تشوفوا كاين استجوابات ديروها مع الناس كاين بحث ديروا مع الناس كاين شكايه فعلنا الشكايه خرجوه مشاو داوه السبت والحد خرجوه قال لك هاد السيد كيفاش غادي يخرج وحنا عندنا 60 شكايه 60 شكايه خرجات سين ما كيفاش وهاد الشكايه ما استدعوناش عليها عمرهم ما قالوا لنا اجيو نشوفوا هاد الناس اشنو الاضرار ديالكم علاش كتشكوا من هاد السيد ومشى بحاله انه دار لنا الفوضى ومحاوله القتل ودخل الجمعه وخرج السبت كانه غير سكران وصافي هذيك كيديروها شي واحد شدوه في الزنقه سكران وصافي حنا رديناه كيتعدى على الجيران وبالشهود ديال الدرب كيشهد بهذا الشيء راه من الاقامه ديالنا حنا الزهور لان حتى الاقامه ديال الخرجه ديال هذا كتشهد وكنطالبكم تجيو كنطالب المسؤولين فين طالب المسؤولين يوقفوا معنا في هذا الحل كنطالب ان هاد الناس يجيو ياخذوا لنا الوثائق يجيو يشوفوا الحيط ديالي كي داير يجيو يشوفوا داري كيفاش دايره يجيو يشوفوا الترياج ديالي كطيح انا كنعش في الليل ما كنعس لا بالنهار كندخل مع 6 وانا ولات فيا الفزعه على بنتي كنطالبها واش انا كنحارب باش نخلص هاد الدار تنخلص 60000 ريال في الكريدي وتقول لي بغيت نخرجك منها يوميا الناس المسؤولين شوفوا لي حل الناس المسؤولين شوفوا لي حل انا ضريت بزاف انا ضريت لانني تجالسه من خدمتي كاني كنطالب الناس تبقى معايا تشوفوا لي حل هاد المسؤولين شوفوا لي حل هاد المسؤولين شوفوا لي اسيدنا هذا الشيء راه وقفت فيه اسيدنا شنو نخرج نهرب من داري واش انا ما حلتي لداري ما حلتي انني نمشي ولا البنت نزيد دابا لا مصاريف كنتقاتل مع مصاريف داري وتنتقاتل باش نخلص تريته تنزيد تاني كنقول في الدريه خاصني نديها عند امتيكون خاصني نبقى نمشي نجري بها كيفاش غادي ندير هاد الناس كيفاش قولوا لي انا كنطالبكم الناس اسيدنا اسيدنا شوفنا اسيدنا شوف فيا من حالي اسيدنا شوف من حالي انا عييت انا تقاتلت واش غادي نخرج واش غادي نسمن واش كنتظروا ان تكون قتيله في هاد